نادر بيحبك قوي يا جميل. قعد مع بعض وحكى لي كل حاجه. راجل ندمان بحبك قوي. اصل مش معقول هيعمل اللي بيعمله ده الا اذا كان بيحبك يعني. انت يا بابا اللي بتقول كده. انت اكتر واحد شفت اللي حصل لي. انت اكتر واحد بتكرهه اصلا. يا بنتي انا بكره اللي بيكرهك، انما اللي يحبك احطه في عينيا. ونادر حقيقي بيحبك، لا يمكن يعمل اللي هو عمله ده الا اذا كان بيحبك. وانت كمان بتحبي على فكره، بس بتكبري. يمكن ما حبيتش غيره. انا خايفه ارجع اثق فيه تاني. خايفه حبي ليه يخليني اضعف، وانا مش عايزه ابقى ضعيفه يا بابا. مين قال ان الحب ضعف يا بنتي؟ الحب ده منتهى القوه. اي حد يقدر يكره، لكن مش اي حد يقدر يحب. ونادر فعلا بيحبك. طب وانا مش ضمان انه مش هيخوني تاني؟ لا ما فيش اي ضمان. هيعمل لك اقرار في الشهر العقار يعني ولا ايه؟ مفيش ضمان. الضمان هنا. اسالي قلبك شوفي هيقول لك ايه، واللي يقول لك عليه قلبك اعمل ايه. وفي كل الاحوال يا روحي انا جنبك ومعاكي. اي قرار هتاخديه هكون معاكي. يلا تصبح على خير واحلام سعيده. بس ما تكذبيش على نفسي، كنت بتحلمي كمان يعني. يلا يا اسطى بقى، يلا يا اسطى بقى، عايزين نستلم العربية. أنا تعبت يا اسطى. إيه الهزار السخيف ده؟ أنا قلبي كان هيقف. ألف سلامة على قلبك. أنت اللي جابك هنا؟ بحبك. استغفر الله العظيم يا رب. إحنا مش قفلنا الموضوع ده خلاص؟ لا ما أنا فتحته مع بابا تاني. أنا مش عارفة إزاي أنت قادر تقنعه بعد اللي أنت عملته ده. ما أنا تقدمت زمان وأقنعته، فالمرة التانية كانت بالنسبة لي سهلة خالص. آه ده أنت الاستظراف إيه معاك؟ طب ممكن تاخد سكة بقى كده وتمشي؟ ما خلاص بقى يا جميلة بقى، خلاص بقى. يا ستي انا اسف بقى والله العظيم، اسف على كل حاجه. وانا المفروض دلوقتي اعمل ايه؟ اخدك بالحضن اقول لك خلاص كل حاجه تمام؟ لا 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 خلي الحضن ده بعدين. بس يعني انا هقول لك حاجه، بس انت مش كدبتي برضه على باباكي؟ يعني انت عايزه بابا يجي يقول لك دلوقتي انا مش عايز اشوفك تاني؟ ده ظلم ده. وبعدين انت مش قلتي بنفسك ان البني ادم لو جن يبقى بني ادم كويس؟ ايوه انا قلت كده، بس انا ما كنتش عارفه ساعتها انك بتشتغلني وبتضحك عليا. عشان خايف اخسرك والله، خايف اقول لك الحقيقه بس يا جميله مش اكتر. انا كنت مرعوبه اخسرك والله. وبعدين ربنا اداني فرصه ثانيه عشان اصلح غلطتي، مش عايزاني استغلها يعني، مش عايزاني اثبت لك ان انا بقيت بني ادم كويس وان انا والله العظيم بحبك. والله اصلا ما بحبكش. انا يعني كنت بفلرت عادي كده. ايه فلرت؟ تفلرتي بيا كده تلعبي ولاد الناس؟ وبعدين انت كدابه، انت بتموتي فيا. ولو استخدمت الجهاز ده مره واثنين وثلاثه واربعه انا هخليك تحبيني تاني. انت مغرور ياض. ما انا ليا حق اتغرر. ليه؟ ما انت حبيتيني مرتين ورا بعض. هو في كده؟ تعرف لو كدبت عليا مره كمان انا هعمل فيك ايه؟ تعملي ايه؟ انت عارف هعمل ايه؟ اعملي اللي انت عايزاه. انا هنسيك نفسك انت شخصيا، وانت عارف انها مجنونه واعملها. حقك وحقك. هو مين فينا اللي كان جايب السويتشات للتاني؟ ها؟ بتاعت التنس؟ انا طبعا. يا بنتي انا كنت بصرف عليك، انت ناسيه بس. ليه ان شاء الله؟ والله كنت بجيب لك كل حاجه. طب سؤال تاني ثواني. نطلع. ايه بس قله القيمه دي؟ إيه مش قله قيمه والله. يعني انا جاي وعمال اقول لك كلام حلو وكنت بعيط للراجل. ايوه الصراحه. فدي ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ تعالي تعالي. ايه ده؟ ايه ده؟ خلاص بقى خلاص. طب تعالي نمسح بقى. انا سيبيني انا امسح الحاجات الجميله اللي في وشي. السر طلع فينا احنا وفي حبنا لبعض. المعجزه عمرها ما كانت في اننا ننسى وما توجعش. المعجزه الحقيقيه في اننا نلاقي اللي يطبطبوا علينا في وجعنا. المعجزه في اهلنا، في اصحابنا، في اللي بيحبونا. يا دبدوبي. مبروك يا حلوين. مبروك. حلوين اتفضل. ايوه هنسميه يوسف. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.